قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله أيضا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد. في الآيات الأولى ورد لفظ درجات، وفي الثانية ورد لفظ الدرك، والدرك مفرد للفظ دركات. فما الفرق بين الدرجات والدركات في الخطاب القرآني؟ الدرجات هي الطبقات والمراتب، تتكون بعضها فوق بعض مثل السلم والمدرج، والدرجات مرتبطة بالصعود والسمو. أما الدركات فهي المنازل السفلى، وتكون بعضها أسفل بعض، وهي مراتب الرذيلة. والدرجات في الجنة أعلاها الوسيلة، وهي الدرجة الرفيعة، وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن. الدركات لا تطلق على الجنة أبدا، لكن الدرجات يمكن أن تطلق على النار وأهلها أيضا، إذ يقول الله تعالى: وعليكم